منظري بصفحة المش وعرفت الكايزر والنت والدش. طب إش 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 لك وش لك وش إش 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 لك وش لك وش. يا بهانة ويا أم محمد تعرفوا من إمتى مغنى. يا بهانة ويا أم محمد تعرفوا من إمتى مغنى. وشارع أحمد عرابي خلوها طبي. يا صالح بيه انت كده بتروع السكان. ما تنساش ان احنا معانا في العمارة ناس كلهم رقة وحنان. فعلا فعلا مظبوط كلهم رقة وحنان. مرسي لسه جاي في سيرتك. كنت بقول لهم انك كلك رقة وحنان يا حبيبي. تعالى وانا اوريك الحنان على اصوله. يا جماعة يا جماعة المصيبة ان كامل جايب واحدة ست عشان تحرس ستات ورجالة العمارة كلها. منصورة ما قصرتش يا صالح. ما تنساش ان هي اللي بلغت البوليس وهي اللي ضربت الحرامي على دماغه. بعد ايه؟ بعد الحرامي ما دخل العمارة واقتحم الشقة بتاعت مدام سهام وسرقها؟ يا جماعة يا جماعة احنا من الاخر محتاجين لبواب راجل غضنفر سبع بشنبات يقف قدام باب العمارة ويمنع اي حرامي يهوب ناحيتها او حتى يفكر يعدي قدامها. جري يا جماعة ساكتين ليه؟ ما تتكلم يا استاذ مرسي. قول لهم يا اخي قول لهم ان الجمعيه العموميه اديتها ثقتها الكامله. ده الكلام ده كان زمان قبل الحادثه الاخيره. يا سلام وانتوا هتضحوا بيها عشان حادثه واحده؟ طبعا لازم نخاف على ستاتنا وجيراننا وتلاميذنا. اهم حاجه تلاميذنا يا جماعه اكل عيشنا والزباين والعيانين. زباين مين؟ زباينك يا دكتور. زباين فعلا يا جماعه اهم حاجه الزباين زي ما قالت صباح بالظبط. اصحى سكرتيرتك اسمها سماح مش صباح. هو انت كل ساعه تغيري اسمك يا بابا؟ هو حضرتك معانا في العماره؟ يا جماعه اسمعوني كويس. انا اللي هختار بواب العماره دي وهختاره راجل عشان يعرف يدافع عني انا شخصيا وعن سكان العماره كلها. العماره دي ملكي انا. ها 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 بقول لكم ايه؟ انا كان عندي في الكباريه بودي جارد واعتذر. ايوه لكم تشوفوه. لا يا حبيبتي لا احنا عايزين الكباريه ولا اللي بيجي من ريحته. ايوه كفايه علينا حضرتك. شكرا. حقيقي الاشاعه اللي انا سمعتها دي يا كامل بقى للاسف يا منصوره مش اشاعه. صالح شعللها عبق الراي العام ضدك. ايه عبق دي؟ عبق ايه؟ هو شوال اسمها عبق الراي العام يعني بالبلدي كده خلى سكان العماره كلهم مستحلفين لك. كل ده عشان جه فيست الحرامي قبل ما يهرب. لا عشان دخل العماره في غيابك. واني كنت اعمل ايه يعني؟ كنت هقفلها بقفله عمل ما ارجع من السوق. خلاص اللي حصل حصل دعونا لا نبكي على اللبن المسكوب. ها؟ ايه المسكون ده يا متر؟ مسكوب يا منصوره مسكوب مش مسكون. يعني بالبلدي كده مفيش وقت نعض على اصابع الندم. ها؟ طبعا مش فاهمه حاجه. مش مهم قول لي يا كامل بهم الاخر وريحني. ناويلي على ايه؟ صالح هو اللي ناوي يعين بواب راجل وكل السكان في صفه المره دي. يعني انا خلاص خدت استماره ستي؟ لا طبعا احنا لسه قدامنا وقت نفكر بهدوء عشان نوصل لحل وخصوصا ان الاستاذ مرسي لسه ما خلصش اجراءات. استجراءات ايه؟ مرسي يا ستي ناوي يعين بواب راجل باعلان رسمي في الجورنال واول شرط فيه بالبونت العريض للرجال فقط. طيب عاد اذنكم اني بقى انزل الاوضه بتاعتي الم الهدمتين اللي حلتك. استني بس يا منصوره. استنى ايه تاني يا ميتر؟ استنى لما يرفع عليا قضيه ويحبسوني مع الحرامي اللي دخل العماره. انا بعد اذنك يا استاذ كامل عندي فكره لو اتنفذت هتحل الاشكاليه دي كلها. فكره ايه يا اكرم؟ منصوره لازم تتجوز وباقصى سرعه. اتجوز؟ الشر بره وابع ايه ليه كده يا متر؟ انت عاوز تنتقم مني؟ انا كنت عملت لك ايه؟ مالك يا بنت يا منصوره؟ انا خايفه من ايه؟ ده اي بنت في الدنيا بتتمنى الجواز. ايه اللي انا؟ وبعدين احنا ايش دخل الجواز في المشكله بتاعتنا دي دلوقتي؟ ايوه صحيح يا اكرم، ايه اللي دخل الجواز في المشكله دي؟ يا جماعه افهموني، بدل ما صالح يجيب واحد ويعينه بواب للعماره ويطرد منصوره،
احنا بقى هنسبقه ونجيب واحد يتجوز منصوره ويبقى بواب للعماره وتقعد معانا وتبقى منصوره حرم بواب العمار. بس حرم بواب العمار ايه؟ حرم السفير يا خي. والله فكره، اول مره اعرف انك الماعي بالشكل ده يا متر. ده من بعض ما عندكم يا كامل بيه. ولا الماعي ولا فانتازي، دي فكره منيره وهتطبل على نفخاني ان شاء الله. بقى بعد ما كنت كده الست الباهي البوابة والعمارة كلها تحت ايدي، هتجيبوا لي باكس يعمل عليها معلم وانا اقول له يا سيدي؟ الكلام ده على الورق، مجرد مخرج للورطه اللي احنا فيها. يعني ايه؟ يعني انت اللي هتبقي البوابه وانت الرئيسة والكل في الكل، وهو ده هيكون شرطنا على العريس اللي هيتقدم ويتجوزك. ماشيين معاك شويه في شغل العماره اللي ما بينتهيش. ايوه بس يعني انتوا كنتوا هتشقوا الارض تطلعوا منها عريس؟ لا طبعا، احنا بس هنعيد صياغه الاعلان اللي هينزله الاستاذ مرسي في الجورنال. ايوه، ونكتب فيه بدل مطلوب بواب نكتب مطلوب جوز بوابه. عاجبك اللي حصل لي ده يا ست كوبلم؟ ايوه عاجبني. اهدي، انت شبطانه فيا. احسن يا بنت عشان بعد كده تسمعي الكلام. انت مالك انت يا ست منسي عجرة؟ انت دايما كده تحب تحشر نفسك بين الحريم. منسي معاها حق، انت يا حبيبتي اللي سبتي العز اللي كنت هتشوفيه في الكباريه واخترتي بداله الذل اللي شفتيه في العماره. اشربي بقى يا قطه. ما هم اللي قالوا لي انت مش وش كباريه. وهم اللي قالوا لك كده يا فالحه اول ناس اتخلوا عنك لما الحرامي دخل العماره. صح يا ابله، اليومين دول يا حبيبتي محدش بيفكر غير في مصلحته. وانتي مصلحتك في الكباريه. خلاص يا ابله، بعد ايه؟ اللبسه الجديده جايه بعد نص ساعه. لا يا منسي، اجل ميعادها لغايه بكره الصبح. منصوره برضو اولى من اي حد تاني. قصدك تقولي يعني انك هتديني فرصه افكر لغايه بكره؟ هم 24 ساعه مش هيزيدوا ثانيه. يعني يا اما ارجع الكباريه يا اما اتجوز العريس اللي جايبينه لي ده واني رجلي فوق رقبتي. وشوفي انت بقى رجاله اليومين دول وحشين قد ايه. يعني العريس المجهول هيعذبك اكتر من الحرامي اللي دخل العماره. لكن في الكباريه هتبقي حره نفسك، ويوم ما تقولي يا جواز انا بنفسي اللي هنقي لك عريسك وهخليه تقلك بالذهب والالماس. ذهب والماس ايه بس يا ست كوبلم؟ انت هتفشري عليا؟ هو انا يعني كنت هشتغل لبيسه في محل الماس؟ ومين قالك انك هتفضلي طول عمرك لبيسه؟ وانا يا بنت مش ظبطتك بتغني وانت بتنظفي اوضه الاستاذه؟ يعني ممكن في المستقبل تبقي مغنيه زي، وشويه شويه ممكن تترقي وتبقي رقاصه كمان. استغفر الله العظيم، وكمان رقاصه؟ تعالي تعالي، عيني عليك يا منصوره. انا مش فاهمه صالح شدت عليكي كده ليه؟ هو قال لي سعادتك حاجه؟ ايوه، قال لي لو جبتيها تنظف من ورايا هتكون نهايتها على ايديا. اهدي، امال حضرتك جايباني ليه دلوقتي؟ عشان تنظفي البيت من وراه. ما تخافيش، اطمني ان شاء الله هتخلصي قبل ما صالح يوصل. طب اشمعنى يعني هنبتدي بالاوضه دي بالذات؟ عشان عايزاكي تخلصيها قبل احمد ما يرجع من الكليه. ليه؟ هو رخر مش عايزنا ننظف؟ لا لا ما تخافيش، بس انا عايزاه يرجع كده يلاقي اوضته نظيفه ويستريح. ربنا يسهل. واطمني اطمني، انا هامنك، هستنى بره. لو صالح طب على غفله هديكي رنه على الموبايل تروحي قافله على نفسك بالمفتاح. طب افرضي بقى انه حب يفتح من بره لقى الاوضه مقفوله من جوه، هتقولي له ايه؟ هقول له ان احمد نايم ومش عايز حد يقلق ولا يصحيه. طب افرضي بقى انه قابل الاستاذ احمد على السلم ودخلوا من الشقه مع بعضهم، هتقولي له ايه؟ يوه، انت هتقفليها ليه يا بنت انت؟ خلاص ساعتها بقى هيبقى نهايتنا احنا الاثنين على ايدين صالح. ويلا شدي حيلك واخلصي بسرعه. يلا نهايتنا، نهايتنا احنا الاثنين على ايد صالح. طب وانا هسيب نفسي كده ليه؟ لا يعني هستني اقفل على نفسي من دلوقتي. عجبك كده اللي حصل لي وانت قاعد كده عمال تتفرج عليا وبس وتضحك لي؟ مش يعني لو ما كنتش بتحبني ومديني الميداليه اللي حيلتك يا حمار وحلاوي. اسمع بقى، انت لازم تتصرف، يا اما والله العظيم هخلعك من قلبي كده اهو زي ما بخلع المسمار المتني من حلق الباب. خلاص خلاص بقى ما تزعلش، انا اصلا ما اقدرش اخلعك من قلبي ولا حتى من روح يا حمار وحلاوي. افتحي يا منصوره.
ودي وقته. افتح يا احمد. هو احمد انت ايه؟ امال فين الاشاره يا ست صفي؟ طيب هاني افتح اهو. الحمد لله على السلامه. ايه في انت بتدور على حاجه؟ شفت لي مين؟ كنت بكلم نفسي. ليه؟ هو انت ما عرفتش اللي باباك عامله فيي؟ للاسف عرفت. عرفت كده وسكت؟ كنت عايزاني اعمل ايه؟ عاوزك تدافع عني. هو انت مش برضك افوكاتو؟ لا يا منصوره، لسه ما اتخرجتش من الكليه. حتى لو ما اتخرجتش انت مش بتقول انك دخلت الكليه دي عشان تدافع عن حقوق الانسان؟ ماني برضك انسان. حللي مشكلتي وقولي لو كنت مكاني كنت هتعمل ايه؟ هتشتغل في الكباريهات ولا هتتجوز مخصوص عشان ما تترماش في الشارع؟ انا قلت لك يا منصوره انت مش خش الكباريهات. يعني هتسيبنا اتجوز اي واحد كده والسلام؟ لا يا منصوره، انت مشكلتك هتتحل بالنضال. لازم تنضلي. نضل؟ ايوه، زي ما جيفارا وغاندي نضلوا. اوعي تفقدي ثقتك في نفسك يا منصوره، اوعي تتنازلي عن حق من حقوقك. طب واني هنضل كده لوحدي؟ الدنيا كلها هتوقف جنبك لما تلاقيكي واقفه بتدافعي عن حقك، حتى لو عملتي زيهم وضيعتي عمرك في الكفاح والنضال. ساعتها الكل هيفتكر سيرتك العطرة، والتاريخ هيحفر اسمك بحروف من نور. هي حصلت التاريخ؟ أنا حاسة بصراصير في دماغي. ألف مبروك يا مدام سهام. منصورة قالت لي إنك استلمتي الفلوس والشيكات. ده كان كابوس ونزاح يا كامل بيه. الحمد لله، أهو نزاح بمساعدتنا كلنا. أنت لا تتخيلي الجهد اللي بذلته عشان فلوسك ترجع لك. طبعا. بس المهم في اللي جاي، نفسي قوي المجرم ده ياخد جزائه عشان ما يحاولش يأذيني مره تانية. ما يستجريش يحاول، وحتى لو حاول مش هيقدر. ما انا عشان كده طلبت مقابلتك النهارده. تقصد ايه؟ هخليهم في الجريده عندي يعملوا معاكي تحقيق عن ملابسات الحادث عشان نعبي الرأي العام ضد حسام طليقك. وده هيفيد في حاجة؟ طبعا، هيعمل قضية رأي عام ويخلي القضية يتحكم فيها بسرعة، مش تركن صف تاني وتالت في المحاكم. أنا متشكرة قوي يا أستاذ كامل، بس الحقيقة يعني أنا مش عارفة حضرتك جبت وقت منين علشان تهتم بقضيتي رغم كل مشغولياتك. قضيتك هي قضيتي، والنبي وصى على سابع جار، وانتي اهم جار. الباب قصاد الباب وساكن قصادي. وبقيه كامل بابا بابا بهتم بكل اللي يهمك. ايوه يا كامل بيه، بس انا جارتك من فتره، اول مره لاحظ يعني انك مهتم بالشكل ده. انا بشكر المجرم اللي اقتحم شقتك ونبهني انك محتاجه اهتمامي. و هو ايه يا كامل بيه؟ ما كفايه كده النهارده. اسمعي يا منصوره، لا جواز ولا كباريه. يعني اترمي في الشارع؟ لا، انا هخبيكي هنا فوق السطوح لحد ما يبان لك صاحب، لحد ما تتحل مشكلتك. وكلها كام شهر باجة وبجاني كمان منصورة مناخولي اتغطى بالأهرام وفي الصيف بالملحق عشان أخف شوية. مش أحسن ما تروحي ترقصي في كباريه وتبقي منصورة سوست؟ وإما سوست يا إما مناخولي، ما عندكش أوبشن تالت؟ في أوبشن تالت، الجواز وأمرك لله. باجة عاوزني أتجوز عريس هيجيبولي من صفحة الوظائف الخالية. يوعك. لا يا منصورة، ده أنا اللي جايبلك العريس، وعريس محترم جدا على فكرة، كان نفسي يتقدم لك من زمان بس كان مستني يكسب قضيه الطعميه بتاعته. طعميه؟ وما دمتي بقى انت مستعجله وعايزه جوازها يعني بسرعه، هو مستعد يتجوزك دلوقتي حالا ويبقى يكسب قضيه الطعميه براحته يا ستي. بقى انت عاوز تتجوزني انا يا مناخوليه؟ غريبه، وانت عرفتي منين ان انا قصدي انا؟ يا نبيه النباهي، هو في حد غيرك في البلد دي كلها رافع قضيه طعميه؟ منصور انا بحبك يا منصوره، ومن ساعه ما شفتك وانا حاسس ان انا قلبي هيتكلبش في ايديكي. الهي كلبشوك على المركز يا شيخ. تتجوزني ايه يا ولي وانت معكش تدفع ايجار الاوضه؟ انا هتجوزك في الاوضه اللي تحت اللي في البوابه. يا حلاوتها، ده انت غالي شوف. ما انا لما اتجوزك هبقى انا بواب العماره. وانت تفهم ايه في بوابه العماره؟ احمدي ربنا ان انت بتفهمي وان انت هتعلميني. قول كده باجا، انت عاوزني يعني اشتغل واصرف عليك يا عويل العوالي؟
كل مليم هتصرفيه عليا يا منصوره هردهولك الطقطقين اول ما اكسب قضيه الطعميه بتاعتي. انت عايز تتجوزني بالفايز؟ لا انا هتجوزك عنود عسل. يا اهلا وسهلا يا صالح بيه. انا لقيتك بقى ما سالتش فيا، قلت اجي لك بنفسي. ماما انت ايه اللي خرجك من اوضتك؟ بشوفك بتصمتي على مين. مالكيش دعوه، امشي خش اوضتك واقفلي الباب عليكي. ماشي هبقى اعرف من بابا. يا صالح بيه انا 25 سنه في الوظيفه الميري، ما مديتش ايدي وخدت مليم زياده من اي حد. يعني وهي هتتبدل حد غريب برضه؟ يا راجل ده احنا جيره وعشره عمر. وعشان بقى الجيره والعشره اللي انت بتتكلم عنها دول انسى الموضوع ده خالص. اه الموضوع ده بالذات بقى اللي ما اقدرش انساه ابدا. يا مرسي بيه الارض دي هيتعمل عليها مشروع كبير قوي وهيفيد البلد. والبلد قالت لنا انها رشوه. ومين قال لك بس ان انت اللي هتعمله ده اسمه رشوه؟ وانت بتسميها ايه؟ ريري؟ لا بسميها مفهوميه اكراميه تخليص مصالح مشتركه. سميها زي ما تسميها، سيبني في حال الله يخليك، سيبني كف خير شري. انت باين عليك مستشوي المبلغ. يا صالح بيه افهمني. انا فاهمك كويس قوي. هزودك 20,000 جنيه. 20,000 جنيه زياده مره واحده؟ امال زياده على مرتين، عشان المبلغ يبقى 70,000 جنيه صافي الضرايب. طب والله يا اخي حرام المبلغ ده يروح لحد تاني غيرك. هو حرام فعلا. ده غير بقى ده انا هشغلك موظف عندي في الشركه بماهيه 3000 جنيه في الشهر. واسيب الحكومه؟ لا الحكومه دي على عيني وعلى راسي من فوق. فهمت. يعني سعادتك عايز تعيني عندك عشان تضمن انك تسجل اي ارض بعد كده هتشتريها بنفس النظام. يا شاطر. لا وهعينك كمان علشان خاطر امانتك ونزاهتك. وطبعا امانتي ونزاهتي دولت هديلهم انا اجازه عارضه لغايه ما اقبض ال70 باكو. صدق انت ابن حلال وتستاهل كل خير. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. نورت القهوه يا جميل. بتتبصبصي على ايه؟ انا بكلمك انت يا جميل. مش بعادي يعني يا معلم. طب اتفضلي اتفضلي هني في الجهة. اتفضلي اتفضل يا جميل يا قمر. شوفي بقى خلينا نفتح صفحة جديدة. وانت جايبني دلوقتي عشان نفتح صفحة جديدة؟ ولولا الملامة ولولا ان انا خايف اسيب القهوة لوحدها كنت جيت لحد مطرحك يا جميل. ايه ده؟ امال فين بيوم؟ بيومي واخد اجازة مخصوص عشان يسيبنا نتكلم براحتنا. ده يظهر عليه موضوع كبير بقى. من الاخر كده عشان انا عارف ان وقتك من ده. انا طالب القرب منك يا جميل. اهدي يا راجل. هو انت مش متجوز اربعه ولا تكونش واحده من نسوانك خلعتك؟ طب قعمزي يا ريت الاربعه يخلعوني واخلص منهم. بس للاسف انا مش طالب القرب منك عشاني يا جميل، انا طالبه عشان المنيل على عينه بيومي يا اخوي. سبحان الله. مش بيومي ده اللي كنت بتحوشه عني زي ما بتحوش الدبان عن الحلاوه؟ مش انا قلت لك برضه نفتح صفحه جديده يا حلاوه؟ مش قبل ما اعرف بمناسبه ايه؟ بصراحه كده الجوازه منك اليومين دول عامله زي التليفون ابو خطين، منها جوازه ومنها وظيفه. قول كده بقى، انت راسم لبيومي على ابوابة العمارة. ومال اهي وظيفة محترمة وما هي ثابتة، مش بدل ما يبقى جرسون هنا في القهوة زهورات. بس انت كده تبقى طالب ايد الوظيفة مش ايد اني. بقول لك يا منصورة، انت عارفة كويس قوي ان بيومي بيدوب فيكي وفي دباديبك ودباديب اهلي، والبنت الشاطرة تتجوز اللي بيحبها عشان يعيش طول عمره تحت رجليها شبشب. خلاص سيبني اخد ودي مع نفسي، حكيماني على رأي الست لطيفة اني حواليا كتير. وانتو يا حلاوة، بس عاوزك كده وانت بتفكر تعرف ان بيومي جاهز من مجاميعه، وقط البوابة دي هيفرشها لك على أرقى مستوى.
ده ايه الحنفية اللي بتخر عرسان مضروبة دي؟ انت اتجننت يا مرسي؟ بترفض النعمة اللي ربنا بعتها لنا؟ دي مش نعمة يا راوية، ده شر وشر كبير قوي. الفلوس عمرها ما كانت شر. 70,000 جنيه هيعدونا من الفقر ويأمنوا لنا مستقبل بنتنا. عايزاني مد ايدي واخد رشوة؟ مش رشوة، دي مكافأة 20 سنة خدمة على الطريق المستقيم. أنا مكافأتي هاخدها من الحكومة. الحكومة اللي ضيعت عمرك عشانها مستخسرة فيك قسط مدرسة بنتك. عايزاني أخون وظيفتي بعد السنين دي كلها يا راوية؟ وهي وظيفتك اديتك إيه بعد السنين دي كلها غير الفقر والذل وقلة الحيلة؟ يا راوية يا راوية، أنا نائب مدير وعلى وش مدير عام. عشان كده صالح المنزلاوي سعرك ب70,000 جنيه، مع إنك تستاهل أكتر. أنا لو خدت الفلوس ديت مش هقدر أبص لوشي في المراية. أنت لو ما خدتهاش غيرك هياخدها، وأنت عارف كويس إن المنزلاوي قادر وإيده طايلة. مفيش حد فوق القانون. القانون اتعمل مخصوص عشان يبقى على رقبة ناس وفي جيوب ناس تانية، والمنزلاوي هيسجل الأرض بيك أو من غيرك، ومش أنت اللي هتصلح الكون يا مرسي يا مواردي. من السماء يا منصورة، كل شباب البلد جايين يطلبوا ايدك النهاردة. شباب البلد جايين يطلبوا ايداني ولا ايد الوظيفة؟ ما احنا عشان كده جبنا الاستاذ مرسي معانا النهاردة. ايوة، مفيش بواب هيتعين غير لما نوافق عليه. ليه ان شاء الله؟ هو انت كنت اللي هتتجوز ولا انا؟ شكلك مش هيعمر فيها. ما تنسيش ان احنا طالبين بواب للعمارة قبل ما يكون عريس ليكي. طب افرض بقى انه كان ينفع للعمارة وما ينفعنيش عندي. ايه، ما سمعتيش عن حاجه اسمها انكار الذات؟ طب انا انكر ذاتي يا اخوانا بالراحه عليها، مش كده؟ شوف يا منصوره، باختصار كده احنا هندور على شاب ينفع يبقى بواب للعماره وفي نفس الوقت ينفع يبقى عريس ليكي، او بمعنى ادق عريس توافق. بالظبط. قد ايه احنا على جه فن التوافق ده؟ احنا هنختار 8 على مجموعتين وبعد كده هنصفي بينهم. بالظبط كده، زي تصفيات كاس العالم لغايه ما نوصل للبواب اللي احنا عايزينه. هم لو كانوا لعبوا جدو بالاول كان زماننا طلعنا كاس العالم. خلاص خلاص، اندهلي الشاب الاول. حاضر يا فندم. يلا يا جدع، انت وهو اللي يسمع اسمه يدخل. سيد محمود عبد الجبار. ايوه انا يا معلم. خش. سلام عليكم يا استاذ. اتفضل، ادي السيره الزوتاويه بتاعتي. ايه جيب السيرة بتاعتك على ورقة لحمة؟ أصل يا عدم لا مؤاخذة يا جماعة، أصل أنا كنت صبي جزار قد الدنيا. بقى صبي جزار وكان قد الدنيا؟ لا يا أمورة، الجزار هو اللي قد الدنيا يا قمر. ولما هو قد الدنيا هتسيبه ليه وتيجي تشتغل عندنا بواب؟ الله يرحمه بقى. يا لهوي، هو مات؟ لا، هو واحد 7 سنين مع الشغل والنفاذ يا قمر أنت. ده تلاقي وشك لحس. وانا ذنبي ايه؟ هما اللي قبضوا عليه بيخلط الكباب الضاني بلحم الخنزير. يا ساتر يا رب، هما الكفتة بيعمل فيها ايه؟ لا، الكفتة لحم الخنزير خالص مخلص. وانت كنت بتعمل ايه لما كنت بتشوفه بيفرم الخنازير للزباين؟ وانا اشتراني يعني ان لحم الخنزير بيدخل السجن؟ طب ده انا حتى كنت بتغدى واتعشى منها كل يوم عشان افتح نفس الزباين. جاتك القرف. انت اشتغلت عنده كام سنة؟ يجي 9 سنين كده. يا ده انت تلاقيك بقى كده متغدي جبنه خنزير تقريبا كده يا قمر. ايه ده؟ ايه ده؟ يا ريتك يا اخي كنت اتسجنت معاه. ما انا كنت مسجون معاه ولسه خارج اول امبارح. ده انا لا يمكن اعينه بواب في العماره، ده هيعدينا كلنا. وعيني لو اتجوزت وعملت شهر العسل في الحجر الصحي.
افهم من كده بقى يا اسطوات ان انا قابلت في الشغلانه؟ انت وقفت ليه يا اسطى؟ ما هو ده عنوان عيادتك، نسيت ولا ايه؟ غريبه، محدش قال لي انهم نقلوا العياده لمجمع التحرير. حررنا ومدينا الاجره. طيب يظهر انا شكلك كده ركبت معاك قبل كده. ايه يا دكتورك، انت نسيتني ولا ايه؟ اتفضل يا اخويا. سلامة. ايه باشا، هو حضرتك ساكن في العماره دي؟ مش عارف بس يظهر كده، يظهر والله قال ايوه هي نفس العماره بس ما كانش يطلع لها الناس الكتار دول. طب ابوس ايدك خدني في ايدك وانت طالع. ليه هما ما بيدخلوش حد الا بالفيزا ولا ايه؟ لا باشا، اصل مقدم على وظيفه البواب مش عايزين يدخلوني عشان دوري كمان 3 ايام. ايوه بس اللي انا اعرفه ان اللي هيشتغل بواب هنا لازم يتجوز البوابه اللي موجوده دلوقتي. انا مش هتجوز غير البنت اللي بحبها اللي جيت لها مخصوص من كام شيش لحد هنا. اه يبقى طارت منك الوظيفه. حلو، طب انا هقول لهم خلونا يعني في الوظيفه وبلاش جواز وان شاء الله حتى اخد نص المرتب. ياه ده انت شرقان قوي على اي شغلانه. لا باشا، ده انا رئيس بوفيه جد الدنيا، بس قلت يعني شغلانه البوابه هي بعد الظهر اضافيه يعني. ايوه بس ما فيش بواب بيشتغل نص يوم. خلاص اخد ربع المرتب. طب ما تشوف العروسه دي جايز تعجبك. يا سلام، وهي يعني لو كانت تعجب كلب بلد اقرب كانوا نزلوا عنها اعلان في الجرنان. الاستاذ رضا عبد السلام الدمنهوري. مسا يا اخويا، منك مين؟ انت؟ انا رضا عبد السلام الدمنهور، معايا العسليه والنداغه والبن الذكر. مالي الشعب للشعب يا مواطي. ايه ده يا ست انت؟ ايه انت طالعه اتوبيس؟ انت دخلتي هنا ازاي؟ اقطع دراعي من لغلوجه لو ما كانش المتر اقرب واخد منها سمسره. انا سمسره ايه يا اختي؟ انا رضا عبد السلام الدمنهوري. انت اتجننتي يا رضا. الله، انت مش عارفة ان الوظيفة دي مشروطة بالجواز من واحدة ست زيك؟ انا جاي اقدم لجوزي، اصله بعيد عن السامعين، حصلت له حادثة والدكتور قال له مش هيمشي على رجليه قبل 6 سنين. يعني ايه هتجوز واجدي دخلتي في القصر العالي؟ احنا في دخلتك دلوقتي ولا في شغل العمارة اللي هيعمله هو متكسح؟ ويشتغل بنفسه ليه؟ مش انتوا بتقولوا هتجوزوه بوابة تشتغل هي بداله؟ ها انت كمان موافقه ان جوزك يتجوز عليك؟ وموافقش ليه طالما هتصرف علينا وعلى العيال؟ عمل بيه شيلها من قدامي هي والندغه بتاعتي. خلاص يا اخت رضا، احنا بنوعدك ان احنا نتصل بيكي خلال 2 سنين من دلوقتي. 2 3 الارزاق على الله، معايا الندغ واللبان والعسلية. هاتشي هاتشي. استاذ مرسي، انت فهمت اللي انا فهمته؟ ايوه يا منصوره، على ما يبدو ان سيد صبي الجزار عدا الجماعه اللي بره كلهم بانفلونزا الخنازير. هاتشي شكرية. هما فارشين لصلاه الجمعه من دلوقتي؟ جمعه ايه اللي هيفرشوا لها يوم الثلاث؟ الله، امال الرجاله دول فارشين في العماره بمناسبه ايه؟ دول العرسان اللي قروا الاعلان وجايين عشان يتجوزوا منصوره. يا بختها هتختار من كل دول. تفتكري لو احنا كمان كانوا جوزونا من خلال اعلان كان بختنا مال؟ على الاقل كان هيبقى عندنا فرصه نختار. ما قاموا فزوا فجاه كده ليه؟ ايه يا اختي الزحمه دي كلها؟ ده هما فتحوا جمعيه استهلاكيه فوق السطوح ولا ايه؟ لا يا حبيبتي وانتي صادقه، دي ماسوره عرسان وانفجرت في العماره. بقولك ايه يا سوسو، فرصه يا حبيبتي تختاري لك عريس من دول وتعملي فرحك انتي ومنصوره في ليله واحده. وتحل عننا وعن رجالتنا اللي ندب في عينيها مطفع رشاش. يلا يا حبيبي انت وهو صف واحده قدام البواب، خف نفسك. يلا ها خلصوا. يلا يلا. ايه ده؟ ايه ده يا ميت؟ انا قلت ندخلهم جميعا عشان نخلص. احنا قادرين على كل واحد لوحده. ركزي كويس يا منصورة، قبل ما تشاوري على اي حد، المجرم اللي هيتجوزك
واحد من دول. لا لا، أنا ما أقدرش أظلم أي حد فيهم. صلاح بي، ده إيه المفاجأة الحلوة دي؟ يا أهلا وسهلا، ممكن بس أخش أحسن؟ أديكي شايفة اللبش على السلم اللي بره. أختي اتفضل. أنا جيت بس عشان أقول لك إن أنا جبت لك معايا النهاردة أبدع سباك في المنطقة دي من أولها لأخرها عشان يظبط لك السباكة بتاعت البيت ده كله وعلى حسابي. طب ليه بس تتكلف نفسك؟ الشقة دي مفروشة واصحابها هم اللي مسؤولين عنها. لا طب وانت هتجيب اصحابها اللي مسؤولين عنها من كندا ازاي دلوقتي؟ وبعدين انت ناسي ان انا صاحب العمارة دي كلها ولا ايه؟ يعني مسؤول عن جميع الشقق اللي موجودة فيها. بس بقول لك ايه؟ ما تجيبيش السيرة لحد ابدا من سكان العمارة احسن يطمعوا فيا. طب ومش خايف انا كمان اطمع فيك؟ لا ده انت تطمعي فيا قوي. ده انت تطمعي فيا في اي وقت، ده انت تطمعي فيا زي ما انت عايزة. طب انا دلوقتي طمعانه ان احنا نشرب شاي سوا. لا اشربوا ازاي بس واليغمه دي موجوده بره، ما انت شايف المظاهره اللي موجوده على السلم؟ الله يخرب بيتك يا مرسي يا مواردي، هو صاحب فكره الاعلان المهببه دي. والله انا شايفه انها فكره اوريجينال خالص. نعم يا اختي، يعني انت عايزه تقولي انك ممكن تتجوزي باعلان زي ده من غير اعلان وحياتي؟ طب ده انا شاور باصبعي بس وقد دول 10 مرات يجوا لي جري. لا ده انت صباعك ده لو شاورت بيه الكينج كونج ذات نفسه هيجي لك على ملا وشه. الحمد لله انك ما شاورتيش بيه لغايه دلوقتي. يلا اتفضلوا يا جماعه. لا 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 لا، رايحين فين؟ رايحين فين؟ رايحين فين؟ رايحين فين؟ انا قصدي اتفضلوا روحوا على بيوتكم. نروح يعني ايه؟ هو احنا جايين عشان نروح؟ لم يصفكم الدور، نشوفكم ان شاء الله في الاعلان القادم. يا سواد السواد، ده احنا هنا من صباحيه ربنا. يا ابني مش بمزاجي، اللجنه المنبثقه هي اللي قررت عدم اجراء اي مقابلات قادمه. عموما ملحوقه، إذا الجيران اللي حوالينا في العمارات اللي جنبينا طلبوا بوابين هنبعت لكم عشان تشتركوا في المسابقة القادمة. السلام عليكم. خلاص شطبنا. العرسان كلهم مشيوا. كان فاضل 350 واحد، قلت لهم يروحوا ويقولنا في الميعاد ده بالظبط بعد 9 سنين إن شاء الله. أنا شخصيا اخترت 8 ممكن اصعدهم للدور الثاني. وانت يا منصوره؟ اني لا تاني ولا تالت، اني ما فيش ولا قفص فيهم دخل ذمتي ببصلي. انت عارفه معنى كلامك ده ايه؟ معناها ان احنا لو عيننا بواب جديد انت هتخرجي من العماره. استنوا يا جماعه، انا حاسس ان منصوره حط عينها على حد معين عشان كده بترفض اي عريس من خلال الاعلان. يعني مش حاطه عيني على حد، هما اللي حاطين عينهم علي. هما مين دول؟ هما ما تنطقي بقى، عايزين نروح ننام. عارفين اتنين طلبوا ايدي بس انا لسه ما اديتش كلمتي. المهم انا اختاره معاكي. المهم يكون في مواصفات البواب اللي احنا عايزينه، بواب توافقي. اتفضل يا ستي، ده جورنال النهارده من الرأي الحر، في المقالة بتاعتك نازلة على 4 عواميد، يعني واخدة حقك على دير العمود. خبر الحقيقة يا أستاذ كامل، أنا مش عارفة أقول لك إيه. أنا مش عايزك تخافي خالص طول ما كامل جنبك. أيوة بس حضرتك تعبت نفسك قوي، جبتولي لغايه هنا، كان ممكن تستناني لغايه لما ارجع العماره تدهولي. لو استنيتك على ما ترجع العماره معناها ان احنا مش هنتغدى سوا. نتغدى؟ ما تقلقيش على حسابي. ايوه بقى بس ده يبقى كتير قوي. تعرفي يا سهام، اسف يا مدام سهام، انا اول مره اقعد القعده دي من 5 سنين، من ساعه ما مراتك الله يرحمها ماتت. كنت فاكر لما هالة هترجع لبهاء هيملوا عليها البيت وينسوني الوحدة اللي أنا فيها، لكن طلعت إن المشكلة جوايا أنا. أهو الوحدة دي بالذات أنا عارفاها كويس أوي. إيه؟ من ساعة ما اتطلقتي من جوزك التاني؟ لا، من ساعة جوزي الأولاني ما مات.
أنا أسمع إن الحب بيقتل الوحدة زي البيروسول ما بيقتل الدبان والناموس. يعني هو الحقيقة ولو إنه تعبير مش لطيف شوية، لكن أنا موافقة عليه. وأسمع برضو إن الحب الحقيقي ممكن يجي للإنسان متأخر، وساعتها بيعوض الإنسان عن كل الشقى اللي شافه في حياته. أه الحب الحقيقي ده أنا سمعت عنه بس، لكن لسه ما شفتوش بعيني. بإذن الله هتشوفه سوا. على الله ده يا جلجل تكون اليوفط اللي لزجها لي على الكوبايات ملزوجة صح، وما تعملش فيها مقلب زي البت عدلات بتاعت الطماطم. شفت؟ شفت يا واد السكان عملوا ايه عشان ما يطلعوش ست منصوره من العماره؟ ده شغل كامل منزلاه وسعادتك، بس انا عايزك تطمن خالص على الاخر. اطمن ازاي؟ بس انت التانية اطمن ازاي؟ وانا اللي كنت فاكر دي خلاص طردتها من العماره. اتاني عامله زي القطه ام تسع ارواح. هم سبعة ارواح بس سعادتك. القطط بسبعة ارواح، انما منصوره تسعة. خلاص يا فندم تسعة تسعة زي ما حضرتك بتشوف، بس انا متهيألي انها لحد دلوقتي مش لاقي العريس اللي يخش مزاجها. وتفتكر هتفضل راكبه مزاجها لغايه ما يا اما تترمي في الشارع يا اما ترجع البلد تاني؟ او ترجع تشتغل مع سوسو في الكباريه. سوسو؟ كباريه؟ هي كمان حصلت كباريه؟ ماشي يا منصوره. في الحاله دي بقى مش هتسيب العماره وهتفضل كابسه على نفسنا. شايفه يا ماما؟ الفستان هياكل من منصوره حته. سبحان الله، كأننا كنا بنفصله لها من 10 سنين لما جوزناك يا هان. يعني مش عارفة، بس انتوا كان لازم يعني تلبسوني فستان فرح. طبعا يا حبيبتي مش اول فرحتك، بس ما تقوليش كده فرحتي في وش. يا حبيبتي محدش عارف الخير فين، دي كل بنت بتفضل طول عمرها مستنية عدلها. عدلها بقى ولا عوجهي؟ اه كله محصل بعض. يعني انت عايزة تفهميني انك مش مبسوطة؟ لا يعني حاسة كده زي اللي واخدة حكم بالشغل والجواز. اه بس هما ما غصبوش عليك، قبل ما يجوزوكي سالوكي هتختاري مين. ايوه ما هو برضك المحكوم عليه بالاعدام بيسالوه قبل ما تموت نفسك في ايه. انا طالعه اشوف المعزيين. ياه قصدي المعزيم، لخبطتيني. تعالي بقى لما ازوقك واعمل لك شعرك بنفسي. ايه ده ولازمته ايه الزواج؟ هو جواز وفراخه عين؟ مش انتي العروسه يعني لازم تبقي احلى واحده في الفرح؟ يعني مش عارفه بس يا ست هالي انتوا ليه صممتوا تعملوا لي فرح زي انتي ما عملتي لي فرح لما رجعتيني البهاء؟ ايه ده هما بيزغرطوا ليه؟ يكونش العريس عامل حادثه؟ ساتر يا رب. هو لو العريس عمل حادثه هيزغرطوا برضو يا منصوره؟ يلا المأذون وصل. جالك الموت يا تارك الصالح. بسم الله ما شاء الله. تعالي تعالي يا منصورة اقعدي جنب مولانا الشيخ على ما يجي العريس. اهدي هو انت؟ صدفة صدفة خير من ألف معاد. صدق بالله هاني برضك كنت حاسة ان نهايتها تكون على ايدك. يا بنياتي هذا هو المصير المحتوم، والجواز هو الحقيقة الوحيدة في حياتنا، بس مين يتعظ؟ اهدي هو انتم جايبين لي مأذون يجرى علي ولا يكتب كتاب؟ معلش يا منصورة دي دباجة لابد منها قبل ما تبدأي حياتك الزوجية. العريس وصل. واخو العريس كمان. اتفضل يا معلم حمام، وخلي اخوك يطلع الرقم القومي خلينا نخلص. طلع يا واد طلع. كفاية مضيعة للوقت. اتفضل يا مولانا ادي البطاقة. شكرا. مبروك يا ست الكل. على ايه؟ على كتب كتابنا يا حبيبتي. انا عارف انك بتحبيني قوي قوي قوي، وعشان كده اخترتيني من بين كل الرجاله اللي تقدموا لك. هاني ما اخترتكش، استاذ بورسي هو اللي اختارك عشان انت البواب التوافق اللي كانوا بيدوروا عليه. قل لي يا عريس ما نفسكش يعني في اي حاجه قبل ما تتجوز؟ لا بس نفسي في حاجات كتير قوي بعد ما اتجوز. خفيف قوي وماسخ زي شيخوك. على اي حال واجب علي انصحكم، لازم تراجعوا نفسكم قبل ما تتهوروا وتاخدوا قرار تفضلوا ندمانين عليه طول العمر. جرأه يا مولانا، انت جاي تجوزهم ولا جاي تطلقهم؟ اطمن، المأذون ده بالذات بياخد المجولتين على بعض مجددا. والله يعني ما دام راكبين دماغكم
ومصممين على الجواز يبقى خلاص يلا هاتوا الشهود. الشهود وصلوا يا مولانا، انا لحقت احمد قبل ما يهرب من ايدينا بدقيقه واحده. شدي حالك يا منصور. شد على الله. شد ايه داي؟ خبر يا جماعه، هو في حد مات ولا ايه؟ والله يا استاذ احمد انا نفسي افرح فيك، وان شاء الله هتبقى نهايه عزوبيتك دي على ايديا. لا يا سيدي، ربنا يديمها علينا نعمه ويحفظنا من الزواج.